خطا يا دافيد. بابا 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 جول جول بابا القائم والهدف الثاني. رايت تسلل يقول الحكم. بابا بابا هدف ثاني ممتاز، هدف ثاني. ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ ليس هناك اي شيء. بابا 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 هدف التعادل. ويزيد يخرج البطاقه الصفراء. لم نلاحظ شيئا. الكره ممتازه والبطاقه لمن؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ الحكم ماتيوس لاوس يرفض هذا الهدف. وماذا يقول؟ هنا ما كان ولا شيء، هنا ولا شيء، تماما ولا شيء. الكرة جاءت من الخصم، ليس هناك وضع التسلل. لا لا لا، ليس هناك وضع التسلل تماما تماما، ليس هناك وضع التسلل. ولم تلمس ولا لاعب من ريال سوسيداد، ولم يقل شيئا الحكم. لا، احتسبه، احتسب الحكم الهدف والتعادل هدفين مقابل هدفين. لا أدري ماذا كان يقول حكم المباراة للاعبي فريق برشلونة وللاعبي فريق ريال سوسيداد. وفي نهاية المطاف احتسب الحكم. كنتم تتابعون معي الجريزمان الذي سجل هدف التعادل، كيف كان حائرا من الحكم المساعد الذي يبدو أنه رفع راية